جاء يوم التكريم لأعضاء الجيش الأبيض من التمريض المصري في اليوم العالمي للتمريض هذا العام، ليؤكد على الدور والجهد المضني الذي يبذل من خلال هذا القطاع الحيوي الذي يعد محورا أساسيا في تطوير منظومة الطب في مصر بل والعالم، وما قام به من تضحيات مضنية خلال مواجهة جائحة كورونا. هم كانوا بيقعدوا بالأربع شهور والست شهور ما بيشوفوش باب الشارع مش باب بيتهم. احنا مع الدولة قلبا وقالبا، وفي الوقت المناسب المطالب المادية ان شاء الله هيبقى في تحسين أجور، وانا متأكدة ان الرئيس من غير ما نتكلم هو بيراعي كل الحاجات دي. احنا في مرحلة تطوير التعليم الفني والتعليم العالي للتمريض وتطوير أدائهم. ولطالما كان المريض المصري في أعيننا، فإن الوزارة تعلنها بوضوح أن هيئة التمريض وكل الفريق الصحي في أعين وزارة الصحة، وسنعمل بكل ما نملك ونستطيع على أن نحقق لهم الأمان العلمي والمهني والمادي والاجتماعي. الاحتفال الذي تم تكريم فيه شهداء المهنة شارك فيه وزراء الصحة السابقين وممثلي منظمة الصحة العالمية والمسؤولين المعنيين الذين أكدوا على ضرورة الوقوف ورعاية العاملين بهذا القطاع ماديا ومعنويا للنهوض بتلك المنظومة. الست متجوزة عندها عيال، جوزها عايز أكل والعيال عايزين رعاية، وبعدين تقعد 3 أوتوبيسات عشان توصل، وبعدين في الأكل بتاخد كام؟ فإحنا عارفين كل هذا، لكن بقول لكم بكل أمانة إن الدولة تعلم هذا جيدا، والسيادة الرئيس بيناقش هذا جيدا، لأن فعلا أنتم لا تحصلون على ما تستحقون، لكن إن شاء الله بأكد لكم أن المستقبل يكون أحسن كثير. دراسات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية أثبتت التمريض والقبالة لهم دور في تحقيق رؤية 2030، ولذا تحقيق رؤية 2030 من أجل تنمية الإنسان، تنمية الأسرة المصرية، وما فيه مبادرات رئاسية وهناك في ترابط بين العالمية والمحلية. جاء اليوم العالمي للتمريض ليؤكد أن مهنة التمريض مهنة سامية تضحي بالغالي والنفيس من أجل توفير رعاية صحية آمنة للجنس البشري. محمد حلمي، التلفزيون المصري.